سي محمد سائق مهني وخدمت مع الجماعه ديال محمد الزيني في النقل المدرسي الموسم الدراسي ديال 2018 2019، يعني قيمه ديال 9 شهور هذيك تقريبا، وما كيما كملوش الخلاص ديالي، كنا خدمنا ب 3000 درهم للشهر وباقي ما كملوناش المسائل ديالنا اللي كنسالو، ولهذا فاش جينا طالبناهم قدمنا للسيد الرئيس الشكايه، ومن بعد منها درنا عاوتاني شكايه للقائد، والقائد رد عليه الرئيس باننا راه تخلصنا في كاع المستحقات ديالنا، وهذه هضره ما كايناش، فاحنا مازال ما جلسوش معنا شي يفسروا لنا شنو اللي خاصنا، شنو اللي شدينا والطرق باش شدينا، فقط حنا كنا كنسنيو على اوراق خمس شهور اولا الاولى ما تخلصناش فيها، والنهار جينا نتخلصوا في شهر ثلاثه، سنينا اوراق بانهم يخلصونا، داك الشيء ما كانش كما كنا كنتمناو. المهم اللي كيهم اننا راه باقي حنا كنسالو المستحقات ديالنا وراه دايرين شكايه. انا حاليا كنسال 16500 درهم اللي كنسال كل واحد حاليا، وكل واحد شنو كيسال في هاد الناس هادوك اللي كاينين هنا، غير كل واحد شنو خدم. انا خدمت سائق مهني، خدمت في النقل المدرسي، والسيد كاين معايا اللي خدم في النقل المدرسي، وهذوك واحد شنو فاش خدم في اطار الخدمه ديالو، هذا هو اللي كاين من ناحيه هادشي، ان هاد الناس هادو باقي كنسالو المستحقات ديالنا. انا وكيم محمد واحد عاوتاني من المتضررين اللي خدموا مع هاد الجماعه هادي، خدمنا كسائقين مهنيين بجميع القطاعات، الاسعاف، الكاميو، الاليات، جميع سميتو خدمنا بها، جينا كنطالبوهم بهذا الشيء اللي بقى لنا ديال الخلاص، تيقولوا لنا ما كاين والو، راه تخلصوا في داك الشيء اللي داز، وتقريبا حنا كنسالو حتى تقريبا شي خمس شهور وما كاين والو. سميتو جينا هضرنا ما كنلقاوش السيد الرئيس، كنهضروا مع الموظفين تيقول لنا غير كيأجلوا لينا، في الاخر كاع فات سميتو تقدمنا للسيد القائد بواحد الشكايه، تيقول لنا فيها راه بالله ما بقي، راه راسلت انا الجهات المختصه ما كتسالوش، ما كاين هادي. ايوا دابا مشكل، ما كاينش اللي تيجاوبنا دابا حاليا، ايوا صافي كنقوموا بهذا الشكايه سميتو، وحنا كنهضروا دابا نيت معاكم كصحافه بالله هادشي بعد صوتنا يوصل للجهات المختصه. السلام عليكم، انا جدة محمد، خدام مع هاد الجماعه محمد الزياني من 2018 تقريبا، تنسال لهم شي 10 شهور وخدام معاهم النظافه، وهاد الناس هادو صيفطنا لهم وعاودنا وما كاين نتيجه، ما كاين والو، قالوا لك ما كتسالو والو، وعينا معاهم درنا شحال ديال الشكايه شحال ديال، ومازال تنسالو ليهم ما بغاوش يتفاهموا معنا هاد الناس هادو، ما عندهم ما كتسالو حتى شي حاجه، وعينا معاهم شحال من خطرات تنراغبوهم، وكاينين حتى الاعضاء براسهم راه قالوا لكم اودي راه تتسالو هضروا معاهم عياو معاهم ما بغاوش يلقاو لنا الحل، وعينا معاهم وضربنا حتى عينا. حنا دابا درنا الشكايه العام درناها للقايد، والنتيجه مازال ما بان والو هاد الساعه، والله الحمد لله. واش كنشكركم ونشكروا هاد القناه هادي، هاد السيد الرئيس عيط علينا بشهر 10 ديال 2018 توا معانا ستين ألف ريال في الشهر، أنا وطعشي محمد خدمنا 3 شهور في 2018 ما خلصناش، دخلنا 2019 خلص لنا شهرين في 60 60، الما باقي كيعطينا 30 ألف ريال، قال تدخل الميزانية، فين ما هضرنا معاه قلت تدخل الميزانية ونعطيكم ديالكم. 2019 كنسالو فيه 6 شهور كل واحد، انا كملت معاه 2020 خلصني شهرين ب 30000 ريال، 30000 ريال شهر واحد وشهر جوج، شهر ثلاثة ديال كورونا عطاني 10500 ريال، قال لك تدخل الميزانيه ونخلصكم. هاد الايامات قلناها له، قال لك ما كتسالو حتى شي حاجه، صيفطنا له الشكايه رد علينا قال لك ما تسالو ليا حتى ريال. 2020 عطاني غير شهرين، شهر واحد ب 30000 ريال، شهر جوج ب 30000 ريال، شهر ثلاثة 10500 ريال. هذا دابا فين ما هضرنا معاه كيقول دخل الميزانية، غادخل الميزانية، فاش توا معنا ب 60000 ريال كاين الأعضاء عيط المرشحين قال لهم هاد جوج الناس ديال النقل المدرسي راه خدامين ب 60000 ريال في الشهر. قالوا له واخا. دابا نكرنا كاع من الفوق، قال لك ما تسالو حتى ريال. عينا ما نحزروا فيه، عينا ما نهضروا، تدخل الميزانيه تدخل الميزانيه والو. كنطالبوا حقنا، درنا شكايه للسيد العامل مازال ما ردش علينا، ايوا حنا كنتسناو نشوفوا شنو واش كاين شي حاجه ولا ما كاينش.